نتكلم على لعبة ألعاب القوة وأهمية ألعاب القوة، لأن هي من الألعاب القديمة تاريخياً مواكبة مع الإنسان منذ العصور الأولى لحياة البدائية. فهي كانت بالحياة اليومية دائماً، من ناحية الجري، من ناحية المشي، من ناحية الرمي، من ناحية الوسب. فهي مواكبة للإنسان من بداية عصوره، لأن كان الإنسان بحاجة يرقد وراء الطرائد ليصيد، أو يمشي بين الجبال، يمشي بين السهول. فهي نفس مقومات الحياة اللي كانت دائمة. فلعبة ألعاب القوة هي من اللعبات الأساسية في الرياضة بشكل عام، لأنه نحن نسميها دائما أم الألعاب، لأن فيها هي دائما تعمل على عناصر اللياقة البدنية الأساسية للرياضي، اللي هي كانت السرعة أو التحمل أو القوة. فهي دائما نسميها نحن أم الألعاب الرياضية، لأن هي دائما المأخذ من كل الرياضات من ألعاب القوى. نقدر نقسم نحن ألعاب القوى الأهمية الكبيرة هي في لها أهمية بدنية وأهمية نفسية وأهمية وظيفية. الأهمية البدنية هي تعمل كثير على مقومات الجسم، على القدرات البدنية للجسم، على الوظائف الأجهزة الوظيفية الداخلية في الجسم. فهي تعمل على زيادة قوة القلب، عضلة القلب، تعمل على زيادة التروية الدموية، تعمل على زيادة الشعيرات الدموية في العضلات، وتعمل على زيادة على قوة أو نمو الألياف البيضاء والحمراء في العضلات، تعمل على سرعة مرونة العضلات، تعمل على الجهاز التنفسي بشكل كتير كبير. فهي دائما من ناحية البدنية هي القمة في الرياضات، لأنها تعمل على كل البنية الجسدية، بالإضافة إلى هي لها تأثير كبير على النفسية، تأثيرات نفسية وحسية للرياضي أو حتى للأطفال إذا لعبوها، لأن هي فيها روح التنافس، فيها روح الصبر، فيها المثابرة، فيها روح التعاون، بالإضافة لروح التحدي، وهي تحدي الذات، لأن هي تعتبر من الألعاب الرقمية. بالإضافة إلى هي أهمية كتير كبيرة في الحياة، في الرياضات بشكل عام. بنقدر نقسم نحن ألعاب القوى بشكل عام لقسمين، في مسابقات للمضمار، في مسابقات للميدان. مسابقات المضمار هي اللي بتضم مسابقات السرعة بالإضافة للحواجز، مسابقات المسافات الجري، المسافات المتوسطة والطويلة، وبالإضافة لسباق المشي والتتابع. سباقات الميدان هي بتنقسم لقسمين، مسابقات الرمي ومسابقات الوسب. مسابقات الرمي عندنا بتنقسم كمان لأربع أنواع من المسابقات: رمي القرص، رمي الكرة الحديدية، إطاحة المطرقة، ورمي الرمح. أربع أنواع لمسابقات الميدان، بالإضافة لمسابقات الوسب كمان عندنا تنقسم لأربع أنواع: مسابقة الوسب العالي، والوسب الطويل، والوسب الثلاثي، والقفز بالعصا. فبالنهاية نقدر نقول نحن ألعاب القوى لها تأثير كبير على الحياة اليومية، إن كانت حياة شخصية أو إن كانت رياضية، وإلى تأثير كثير على التطور الرقمي وعلى الإبداع وعلى الإنتاج، بالأخص بالأمور التعاون والصبر وكمالية في الصحة العامة للجسم والصحة النفسية.